السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على زي بيلدر، وهي منصة بتجمع الأقسام المختلفة في مكان واحد، متعاونين مع بعض، في بينهم انتجريشن زي الفواتير، زي التخطيط، زي البيم، زي الكيوبمنت سبلاي تشين وهكذا. طيب، هتلاقي شرح تفصيلي على قناة بيم أريبي على اليوتيوب. دلوقتي هنقول له أنا عايز مثلا الكيوبمنت، دي الأجهزة الموجودة، العربيات، لودر، الرولر، كرين. تقدر تعمل سيلكت وتبدأ تشوف كل المعلومات اللي انت محتاجها عن الأجهزة اللي موجودة. ممكن تقول له مثلا edit، فيبدأ يقول لك مثلا الكود بتاعها، التايب بتاعها، السيريال نمبر بتاعها، الموديل بتاعها، المعلومات. ممكن ترفع بعض الصور تخليها موجودة معاك، الأوامر الشراء، اللايسنس، الميترز، كل المعلومات دي تكون موجودة عندك. طيب، لو أنا عايز أضيف حاجة جديدة أقول له add، هيبدأ بقى بيسألني الكود 313 مثلا، التايب ده مثلا خلاها باص، الميك مثلا اي ام اي، الموديل الير خليها مثلا 2015، الكالر بتاعها هتبدأ تختار الكالر بتاع العربية، السيريال نمبر، في معلومات إضافية تقدر تضيفها. طيب بقى نيكست، يجيب لي بقى السبيسيفيكيشن، هل الاوتوماتيك ولا المانوال، السايز، المين فوتو تحذف على الصور، الأوامر الشراء، التاريخ، السولد، اللايسنس. تمام، طبعا كويس ان انت تدخل كل المعلومات دي بحيث لو التاريخ بتاعها قرب يخلص يبدأ ينبهني لحاجة زي كده. طيب هقول له سيف، بيقول لي في بعض المعلومات لازم تبقى موجودة، الستاتس available، لو هي مثلا في شغلانة تانية تقول له في شغلانة تانية، out of order، اتباعت، وهكذا. نوع البنزين بتاعها، next next save، فيبدأ يضيفها للشغل عندي. بيقول لي the field measure is required. تمام، فيبدأ يضيفها لي في قلب الجدول بتاعي، وفي أي وقت أقدر أعمل لها إيديت أو أعدل فيها أو أقول له ديليت أو أقول له أتاش، أضيف ليها بعض المستندات بحيث إن تبقى مرتبطة بيها، يعني لو عندي ملف PDF أو عندي أي حاجة أقدر أعدل فيها. وتقدر هنا تدخل المعلومات اللي أنت عايزها أوتوماتيك، ورقم الموتور، وهكذا، بحيث تبقى عندك كل المعلومات اللي انت محتاجها في قلب المشروع. وبعد كده هتقول له سيف.